موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة الفتح وهي مدنية. يقول: هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرا في قصة طويلة، صار آخر أمرها أن صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، وعلى أن يعتمر من العام المقبل، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده فعل. وسبب ذلك لما أمن الناس بعضهم بعضا اتسعت دائرة الدعوة لدين الله عز وجل، وصار كل مؤمن بأي محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك، وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام وأمكن الحريص على الوقوف وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الإسلام، يعني تمكن من ذلك. فدخل الناس في تلك المدة، يعني مدة الصلح، في دين الله أفواجا، فلذلك سماه الله فتحا ووصفه بأنه فتح مبين، أي ظاهر جلي. وذلك لأن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار المسلمين، وهذا حصل بذلك الفتح. قال: ورتب الله على هذا الفتح عدة أمور، فقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وذلك والله أعلم بسبب ما حصل بسببه، يعني بسبب الفتح، من الطاعات الكثيرة والدخول في الدين بكثرة، وبما تحمل صلى الله عليه وسلم من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم من المرسلين، وهذا من أعظم مناقبه وكراماته صلى الله عليه وسلم، أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتم نعمته عليك، أي بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك، ويهديك صراطا مستقيما تنال به السعادة الأبدية والفلاح السرمدي، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي قويا لا يتضعضع فيه الإسلام، بل يحصل الانتصار التام وقمع الكافرين وذلهم ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين في الآيات التي بعدها. سورة الفتح قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن الظاهر من ذلك بخلاف ذلك، يعني أتى المسلمون يريدون العمرة فصدهم المشركون، بل والناظر إلى شروط الفتح ربما ظن أن بها إجحافا أو ظلما بالمسلمين، ومع ذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه نزل على هذه الشروط، وكان من وراء ذلك خير كثير للإسلام والمسلمين. لذلك من الفوائد: إذا كان الإنسان قد حصل له شيء هو يراه شرا، لربما من وراء هذا الشر يكون الخير العظيم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر كان يقول: ألسنا على الحق؟ يقول له: بلى. وهم على الباطل؟ بلى. فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. وقد نصره الله تبارك وتعالى. لذلك قال جابر: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وعن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. وإلا فليس كل ما يراه الإنسان خيرا يكون خيرا له. ربما يبحث الإنسان عن شيء ويحاوله مرات وكرات ولا يتيسر، يصرفه الله عز وجل عنه، لأن الله عز وجل عليم حكيم. فعلى العبد أن يأخذ بالأسباب وأن يجتهد، ثم يسلم لربه ويرضى بما قسم الله له، فهذه السعادة على الحقيقة. وقوله: إنا فتحنا لك، بهذا الضمير، هذا فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا في لغة العرب تعرفه، وليس كما يزعم النصارى قبحهم الله أنه تعدد الآلهة، فهذا ليس صحيحا وليس في لغة العرب. وقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وليس له ولا لغيره من الأنبياء ذنوب، بل هم أهل عصمة، وإنما ما سمي ذنبا فعلى سبيل النسيان أو فعل خلاف الأولى أو الفتور عن الذكر ونحو ذلك كما أشرنا إليه قبل ذلك. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذا فيه دليل على أن أعظم النعم على الإطلاق العمل بطاعة الله وتحقيق أمر الله والقيام بأمر الله تبارك وتعالى، والهداية إلى الصراط المستقيم التي نسألها ربنا تبارك وتعالى في صلواتنا. وينصرك الله نصرا عزيزا. مع أن البعض ربما رأى في هذا الصلح وفي هذه الشروط دنية وذلا على المسلمين، لكن كان من وراء ذلك النصر العظيم أمن الناس وانتشر الإسلام انتشارا عظيما لم يكن ليكون ذلك لولا ما قدره الله تبارك وتعالى، بل ظهر ذلك فيما كان من فتح مكة بعد ذلك، هذا العدد الكبير الذي أتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتح مكة بعد ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.